من حكمة الله سبحانه أن فاضل بين خلقه زمانا ومكانا، ففضل بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، ففضل في الأزمنة شهر رمضان على سائر الشهور، فهو فيها كالشمس بين الكواكب، واختص هذا الشهر بفضائل عظيمة ومزايا كبيرة، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن واثل بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. رواه أحمد. وهو الشهر الذي فرض الله صيامه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو شهر التوبة والمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. من صامه وقامه إيمانا بموعود الله واحتسابا للأجر والثواب عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أدركه فلم يغفر له فقد رغم أنفه وأبعده الله. بذلك دعا عليه جبريل عليه السلام، وأمن على تلك الدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بدعوة من أفضل ملائكة الله يؤمن عليها خير خلق الله؟ وهو شهر العتق من النار. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي. وفيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين. ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وفي لفظ: وسلسلة الشياطين، أي أنهم يجعلون في الأصفاد والسلاسل، فلا يصلون في رمضان إلى ما كانوا يصلون إليه في غيره. وهو شهر الصبر، فإن الصبر لا يتجلى في شيء من العبادات كما يتجلى في الصوم، ففيه يحبس المسلم نفسه عن شهواتها ومحبوباتها، ولهذا كان الصوم نصف الصبر، وجزاء الصبر الجنة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو شهر الدعاء. قال تعالى عقيب أيام الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه أحمد. وهو شهر الجود والإحسان. ولذا كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أجود ما يكون في شهر رمضان. وهو شهر فيه ليلة القدر التي جعل الله العمل فيها خيرا من العمل في ألف شهر، والمحروم من حرم خيرها. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. روى ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فانظر يا رعاك الله إلى هذه الفضائل الجمة والمزايا العظيمة في هذا الشهر المبارك، فحري بك أخي المسلم أن تعرف له حقه، وأن تقدره حق قدره،
وأن تغتنم أيامه ولياليه عسى أن تفوز برضوان الله، فيغفر الله لك ذنبك وييسر لك أمرك ويكتب لك السعادة في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم ممن يقومون بحق رمضان خير قيام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعهده وهو عليه شديد، فله أجران. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى أن تصلي على النبي في كومنت. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم،
ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.